مكملين لسه مع بعض مع الداتا كاستنج او الكاستنج داتا. اخر حاجه قلنا عندنا ان احنا عملنا الستاندرد كاستنج تايبس بتاعتنا زي السترينج والبوليان والانتجرز وهكذا. دلوقتي تعالوا نشتغل على الكاستم كاست ونشوف تشتغل ازاي، وهنطبقها بشكل عملي جدا على مثال احنا كده كده هنحتاجها اللي هو الباسورد. انا دلوقتي لليوزر لما يجي كريت اكونت جديد فبيدخل الباسورد بتاعه، فانا عايز اقول له لما يجي يدخل باسورد والله لو دخل الباسورد اعمل لي جنريت الباسورد بتاعه، لو ما دخلش الباسورد خلاص يبقى ما تعمليش جنريت الباسورد بتاعه. فانا دلوقتي عايز اقول لما الباسورد يجي تعالى نعمل ميثود او فانكشن تجنريت الباسورد ديت. طب احنا دلوقتي الباسورد عموما لما بنيجي نشتغل عليه احنا يعني بنخزن الباسورد في الداتابيز جنريتد، بيبقى هاشت يعني بيبقى انكريبتد سايفر تكست. انت لو قريت مش هتفهمه، لما اجي اوري لكم دلوقتي مثال هتعرفوا انا اقصد ايه. فاحنا محتاجين ان احنا نجنريت الباسورد، وكمان بعد كده مش هيكون في الفيديو دوت، لكن بعد كده انا هحتاج ان انا اعمل فيريفاي للباسورد دوت، يعني عايز اتاكد هو الباسورد اللي هو مدخله ده صح ولا لا. فده اللي احنا هنبدا نعمله ان شاء الله في الفيديو ده. يلا بينا نشوف. طيب انا دلوقتي تعالوا نروح عند ال نيجي فولدر الداتا بيز، هنعمل فولدر جديد اسمه كاست وعامل فيه جواه كاست باسورد ملف دوت تي اس. طيب انا عشان اكاست الفاليو ديت انا محتاج ان انا جنريت هاش جديد، فهاجي هنا اقول له يارن اد هنسطر الباكج دي مونجز سلاش باسورد. الباكج دي تحديدا بتانستول بتجنريت هاش للباسورد، فبرجع حاجه زي كده، ده اللي كنت اقصده، برجع باسورد او هاش بالمنظر ده. وكمان بقى كده اقدر اعمل فيريفاي ان انا بيبقى عندي الباسورد والفيريفيكيشن كود، وساعتها اقدر اعمل لهم فيريفاي للباسورد بتاعي. هنقول له نارن ستارت. طيب اكسبورت ديفولت فانكشن كاست باسورد. احنا زي ما قلنا ان الكاست بيقبل ثلاث قيم، كولوم السترنج والفاليو اللي جايه لي اللي هي الفاليو الحاليه اني والموديل. انا مش محتاج الموديل في حاجه دلوقتي، فانا مش هضغط دول بس لان انا محتاج الفاليو. كل اللي انا هحتاج اقوله هنا ريتيرن هاش، او تعالى نعمل امبورت الاول الباكج امبورت باسورد هم هاش باسورد، اقول له هنا باسورد دوت جنريت وابعت له ايه الفاليو بتاعته بس كده، مش محتاج اعمل اكتر من كده في اي حاجه. طيب تعالى نروح عند كلاس اليوزر بتاعنا ونزود في الكاست بتاعتنا، اقول له هنا باسورد، اقول له كاست باسورد، هنا ابعت له بقى الفانكشن نفسها، ببعت له كول باك. بعد كده ممكن برضو نديله السولت، وهنتكلم برضو عنه في فيديو ان شاء الله منفصل 15 مثلا. نروح الملف الراوتس هنا اقول له طبعا مش هستعمل الكريت ديت، هقول له نيو يوزر المنظر ده، اقول له مثلا اويت حتى اخليها مش مشكله خليها بالشكل دوت، اقول له انا باسورد 1 2 3 4 5 6. تعالى نشغل السيرفر ونشوف. لو جينا بصينا اوتوماتيكلي حول الباسورد عندنا للشكل ده، فمعنى كده ان الباسورد بتاعي اشتغل معايا لما بعته الميثود الجنريت، ان انا بجنريت او بعمل كاست للداتا ديت، بقول له والله لو في عندك في باسورد اعمل لي جنريت ليه، لو ما فيش باسورد خلاص يبقى ما تعملش اي حاجه. فهنا دي الفكره عندي في ان انا بتشيك هو الباسورد اتغير ولا لا، او ان انا هجنريت او كاست باسورد او مش هعمله كاست. فده فكره الكاست. خلاص احنا دلوقتي نقدر نكاست اي فاليو بعد كده باي شكل احنا محتاجينه، نقدر نعملها هنا بشكل مباشر عن طريق نعمل فانكشن بتستقبل الكولوم الفاليو كمان الموديل لو انا محتاجه، بقدر ابعته كثيرد ارجيومنت. يعني لو جيت انا قلت مثلا موديل هيديني الموديل فعلا، هعمل لوج هيديني اليوزر الموديل بتاعي، بس انا مش محتاجه هنا، فعشان كده بس عملت لها كده. ان شاء الله تكون الدنيا سهله وبسيطه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو انت مش مشترك في القناه اشترك لو سمحت، وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. نشوفكم على خير.